وإلى الصين، حيث اتفقت الفصائل الفلسطينية على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وذلك بالتوقيع على إعلان بكين في العاصمة بكين اليوم. نعم، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني، خاصة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتدعم الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور. حركة فتح وحماس يدا بيد بوساطة صينية، إذانا بتدشين مرحلة جديدة توجت بتوقيع إعلان بكين للمصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية. وشدد البيان الذي جاء في ختام محادثات استمرت 3 أيام جمعت 14 فصيلا فلسطينيا في العاصمة الصينية بكين على ضرورة تحقيق وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة. احنا اذ بنوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول بانه الطريق من اجل استكمال هذا المشوار هو وحدتنا الوطنية. من جهته أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاتفاق يهدف لتشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة قطاع غزة بعد العدوان، معربا عن حرص الصين على القيام بدور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. أبرز ما تم الاتفاق عليه هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول حكم ما بعد الحرب في غزة. إن الدعوة الأقوى هي تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة حقا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وترغب الصين في تعزيز الاتصالات والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل التنفيذ المشترك لإعلان بكين. هناك أهمية كبيرة لهذا الاتفاق، لأنه يتحدث عن إنشاء قيادة موحدة عمليا، وأيضا لأنه تم توقيعه في الصين، وقد قامت الصين بدور مهم للغاية، وهو نقطة بداية جديدة. واسمحوا لي أن أقول أن هذه الرسالة إلى الشعب الصيني وإلى الرئيس شي جين بينغ. نحن نقدر وبشدة دعمكم ونشكركم كثيرا على مساعداتنا في تسهيل اتفاق الوحدة هذا. ويعتبر هذا الاجتماع الثاني في العاصمة الصينية لمسؤولين كبار من حركتي حماس وفتح، بعد أن تركزت المحادثات التي عقدت في إبريل الماضي على المصالحة السياسية واليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة وفقا لبكين. وللمزيد حول الموضوع مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من رام الله عبر سكايب اللواء الركن متقاعد واصف عريقات، محلل عسكري وخبير استراتيجي. أستاذ واصف، بعد التحية، أود أن أتحدث معك بعد مرور 3 أيام من المحادثات برعاية صينية. يأتي إعلان بكين خاصة بالاتفاق على إنهاء الانقسام وأيضا تعزيز الوحدة الفلسطينية. السؤال هنا، ما الذي سيقدمه هذا الاتفاق للفلسطينيين على أرض الواقع؟ يعني أعتقد في إطار توحيد الجهود لمواجهة العدوان ووقف المجازر والإبادة الجماعية، ومن خلال هذا الاتفاق وهذه الوحدة الوطنية، أنا أعتقد أنه سيقدم الكثير، وخاصة أن الشعب الفلسطيني الآن موحد الآن، في سواء كان في قطاع غزة أو بالضفة الغربية أو في القدس أو في 48، يعني وموقفه موقف قوي، المقاومة موحدة والشعب الفلسطيني موحد. وأنا أعتقد أن العالم كله ينظر للشعب الفلسطيني من زاويتين: زاوية الموقف القوي للشعب الفلسطيني الذي لم تنكسر إرادته أمام الجيش الإسرائيلي وأمام الإرادة الإسرائيلية، والتي حاولت على مدار 10 أشهر سواء كان في قطاع غزة أو بالضفة الغربية أو في كل فلسطين المحتلة أن تكسر إرادة هذا الشعب الفلسطيني وأن تهجره سواء كان من الضفة الغربية أو من قطاع غزة، ولكنه صمد وصبر وتحمل كل هذه العذابات وكل هذه الآلام التي لم تتحملها الجبال، وبقي صامدا على أرضه. إضافة إلى أنه أيضا احتضن المقاومة الفلسطينية الباسلة التي استطاعت أن تلقن الجيش الإسرائيلي دروسا في ميادين القتال، وأفشلت كل مخططاته العسكرية، وأفشلت وجوده في قطاع غزة وتطلعاته في وقف ونمو وتطور المقاومة الفلسطينية. أنا أعتقد أنه ما يجري على أرض الواقع
من موقف قوي للشعب الفلسطيني، وخاصة في هذا الإنجاز وهذا الاستحقاق الذي سيخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، جاء في وقته ولو أنه جاء متأخرا بعض الوقت. نعم، أيضا أستاذ واصف، هناك ومن داخل أيضا الفصائل الفلسطينية من يقول بأن خلافات رئيسية حول السلطة والقانون والسلاح وأيضا لا تزال قائمة رغم التوقيع، وشككوا بفرص تطبيق اتفاق بكين. كيف ترى هذا القول حسب المعطيات الموجودة لديك في الآخر؟ يعني أنا أعتقد بغض النظر عن هذه التناقضات أو هذه الخلافات أو الاختلافات، إلا أن الشعب الفلسطيني الآن تواق لهذه الوحدة، وأنا أعتقد أنه آن الأوان لأن يسمو الكل الفلسطيني عن كل الخلافات، وما دام هناك يعني بند اسمه التنسيق والتعاون والمصالحة، أنا أعتقد كل الخلافات ستزول. صحيح أنه ليس سهلا على الفلسطينيين أن يصلوا إلى إجماع على كل ما كانوا مختلفين عليه الآن، ولكن الظرف الآن يحتم على الجميع أن يصغروا المشاكل ويسمو إلى الأعلى. نعم، دعني أيضا أنتقل معك أستاذ واصف على ردود الفعل خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي جاء سريعا على الاتفاق وأيضا ألقى باللوم على حركة فتح وفي توقيعها الاتفاق مع حماس. كيف يمكن قراءة ردة الفعل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأثر أيضا المترتب عليه حسب وجهة نظرك؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يريد لأي اثنين سواء كان عرب أو مسلمين أو فلسطينيين أن يتفقوا. العدو الإسرائيلي سلاحه الأساس هو فرقت أسد، هذا منذ 1948 حتى اليوم، وهو يحاول يعني تنفيذه لأنه يعتبر السلاح الأقوى بيده، وخاصة أن يعني الجيش الإسرائيلي الذي حاول أن ينفذ عقيدة جابوتينسكي التي تقول أنه ما لم يتم تحقيقه بالقوة سيتم تحقيقه بالقوة العسكرية، هذه أنا بتقديري ضربت ركائز الكيان الصهيوني الثلاث سواء كانت في الجيش أو في المستوطنين أو في المهاجرين. فبالتالي من يعني الإسرائيلي يعرف تماما أن الميدان هو لصالح المقاومة الفلسطينية، والميدان المهم بالنسبة له هو سلاح فرقت أسد، لذلك هو يحاول أن يبتعد عن ميدان القتال إلى الميدان الذي يستطيع من خلاله تفريق الصف الفلسطيني وتفريق الصف العربي وتفريق الصف الإسلامي، حتى يستطيع من خلال هذا التفريق ومن خلال هذا السلاح أن يهزم من يعتبره عدوا له. اللواء ركن متقاعد واصف عرقات، محلل عسكري وخبير استراتيجي، كل الشكر لك على هذا التواصل. شكرا جزيلا لك.